طيب رجع لنا، نرجع للاستاذ محمد. اتفضل استاذ محمد، كنا بنتكلم على تفاعل الجماهير الاهلاويه والوداديه تحديدا ما قبل مباراه نصف النهائي ما بين الفرقتين. نعم، كما سبق وقلت لك أن التركيز حاليا كله منصب على الدوري المغربي المحترفين الذي استأنف قبل أسابيع قليلة. الوداد الرياضي أجرى لحدود الساعة مباراتين، تنتظره مباراة ثالثة بعد ساعات قليلة من الآن أمام فريق أولمبيك ريبكا. ذلك الزخم وذلك التركيز على مباراة الأهلي المصري ربما لن تنطلق إلا بعد أسبوعين من الآن، يعني عند اقتراب مباراة الذهاب والإياب إن شاء الله. لكن أكيد أن مباراة الأهلي والوداد الرياضي يعني ستشكل مستقبل أو ستحدد مستقبل الكثير من المسيرين وكثير من المكونات داخل الوداد الرياضي، منهم المدرب، منهم يعني مجموعة من المسيرين داخل فريق الوداد الرياضي. طيب يعني الوداد لحد دلوقتي بعد أزمة كورونا يعني لعب مباراتين، مباراة الأولى تعادل فيها مع في إحدى الفرق مولودية وجدة نتيجة 1-1، والمباراة الثانية خسر فيها من النهضة بالكامل نتيجة 2-1. هل ده مسبب قلق نوعا ما عند جمهور الوداد؟ ده شيء أمر طبيعي، يعني التعادل في المباراة الأولى والخسارة في المباراة الثانية يبقى أمر طبيعي نظرا ابتعاد الوداد عن أجواء المنافسة منذ فترة طويلة. كذلك الخصوم الذين واجههم الوداد كانوا خصوم أقوياء مثل المولودية الوجدية التي كان يحتل المركز الثاني، وكذلك نهضة بركان الذي يحقق نتائج إيجابية وبلغ بدوره نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. الوجه الذي سيقدمه فريق الوداد الرياضي في المنافسة القارية ليس هو الوجه الذي يقدمه حاليا في البطولة الوطنية، ولا يجب أن ننسى أن فريق الوداد الرياضي يعني تصدر البطولة الوطنية طيلة 19 جولة، يعني إلى حدود الجولة الماضية فقط حينها فقد السيطرة وفقد الصدارة لفريق الرجاء الرياضي. نذكر جميعنا يعني كيف تقريبا نفس الوضع سنة 2017، يعني كان الوداد في أزمة في دور المجموعات، يعني كاد أن يقصى من دور المجموعات، خسر مبارتين على ما أظن، لكن يعني عوض في آخر مباريات واستطاع مواجهة الأهلي وتفوق عليه يعني في المباراة النهائية. طيب المنافسة قوية جدا مع فريق الرجاء في بطولة الدوري المغربي، هل ده ممكن يكون مشتت أذهان فريق الوداد شوية قبل مباراتي النادي الأهلي؟ وكمان عايز أسأل سؤال آخر، وهو موعد انتهاء الدوري المغربي هيكون يوم تقريبا 13/9، هل ده ممكن يكون شيء إيجابي أيضا ومريح بالنسبة لفريق الوداد قبل مواجهة النادي الأهلي؟ هو شيء إيجابي للفريقين على ما أظن، خاصة للفريقين، ليس هناك فارق كبير لأن الوداد سوف يكون قد أعد للمباراة نصف النهائي بشكل جيد، وخاض تقريبا 12 أو 13 مباراة في الدوري المغربي حتى يصل إلى المباراة نصف النهائي في المستوى المطلوب. كذلك الفترة التي تفصل ما بين نهاية الدوري وفي حال انتهى الدوري يعني في التوقيت التي سطر له مسبقا، أي هو 13 من شتنبر المقبل، فترة 10 أيام تقريبا أو 12 يوم سوف تكون كافية من أجل دخول يعني معسكر تدريبي مغلق والتحضير والتركيز بشكل كلي على مباراة الأهلي المصري. لكن الحالي هو أن فريق الوداد الرياضي حاليا لا يركز كثيرا على مباراة نصف النهائي، فهو مركز مع مباريات الدوري المغربي لأنه يطمح بشدة للفوز وإضافة لقب جديد لخزينته من الألقاب. طيب الشيخ ابراهيم اكومارا من ضمن الغيابات اللي هتكون في مباراه اليوم للوداد امام اولمبيك ريبكا، هل في غيابات اخرى؟ وعايز اعرف برضه اعرف فتره غياب كومارا عن الملاعب خلال الفتره اللي جايه ممكن تمتد لحد امتى؟ نعم لا، ابراهيم كومارا يعني كانت له اصابه في المباراه الاخيره، اصابه حرمته من اكمال مباراه نهضه بركان. مده غيابه لن تكون طويله، يعني قريبا سوف يعود للميادين وسوف يلتحق بتشكيله الوداد من اجل التحضير لباقي المباريات وكذلك مباراه الاهلي المصري. اذا فاصابه كومارا ليست يعني اصابه صعبه، يعني سوف يكون حاضرا ان شاء الله في قادم من المواعيد. بالنسبة لغيابات أخرى ليست هناك يعني غيابات كثيرة، يعني ربما غياب يحيى جبران لاعب متوسط الميدان بسبب الطرد في المباراة الماضية، يعني عدا ذلك ليست هناك غيابات كبيرة عن صفوف الفريق الأحمر.
طيب فيما يتعلق بالمباراه النهائيه لبطوله دوري ابطال افريقيا، وعايز اتكلم على النيه اللي ممكن تكون موجوده عند الاتحاد المغربي لكره القدم بالتقدم لطلب استضافه المباراه النهائيه، هل ده اصلا متاح بالنسبه للاتحاد الافريقي ولا ما فيش تفكير اساسا في الجزئيه دي؟ واحنا عارفين طبعا الاتحاد الافريقي كان اعلن في الايام السابقه ان المباراه النهائيه في حال التاهل فريق من مصر وفريق من المغرب هتكون في ملعب محايد، هل في جديد في الجزئيه دي تحديدا طبقا لمعلوماتك؟ طبعا لا، حسب معلوماتي الخاصة الأمور محسومة في هذا الجانب، لأن لجنة المسابقات سبق واجتمعت وسبق ومنحت توصيات للمكتب التنفيذي، اجتمعت لجنة الطوارئ وأكدت توصيات ونفذتها، يعني توصيات لجنة الأندية إلى حدود الساعة، فهو متفق عليه هو جاري به العمل. مباراتين نصف النهائية ستكون ذهاب وإياب، ومباراة نهائية ستكون إما في ملعب محايد أو في ملعب فريقين من نفس البلد في حال تأهل الوداد والرجاء أو الزمالك والأهلي المصري. شخصيا أنا أظن هذا هو السيناريو الذي سيستمر حتى المباراة النهائية، لا أظن أنه ستكون هناك مفاجآت، لأنه أي شيء غير ذلك ربما ستكون عدم تساوي أو عدم تكافؤ الفرص في حال استضاف الوداد الزمالك هنا مثلا في مباراة نهائية. طيب بما انك ودادي كبير قوي واحنا متابعينك على السوشيال ميديا في الحقيقه وعارفين مدى حبك وانتمائك وتغطيتك كمان لاخبار الوداد المغربي، عايز اخد توقعاتك لدور نصف النهائي تحديدا ما بين الاهلي والوداد، مين هيتاهل النهائي؟ لا، اولا انا لست مشجعا خاصه لفريق الوداد الرياضي، انا صحفي مهني اقوم بعملي واتابع يعني جميع الانديه الوطنيه. بالنسبه لي بس مهتم بالوداد توقعاتي اكثر، عارف يعني. لا، بحكم انتمائي لمدينة الدار البيضاء، وربما كذلك ارتدائي اليوم اللون الأحمر، كذلك هو اللون مرتبط ما بين الوداد والأهلي المصري. فريق الأهلي فريق محترم جدا، أنا زرته شخصيا على هامش نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة، زرت يعني مركز النادي، وما شاء الله نادي فعلا كما يقولون نادي القرن. بالنسبه لتوقع المباراه نصف النهايه، شخصيا انا مباراه ستكون صعبه جدا على الفريقين، انا تابعت مشوار الاهلي في الدوري المغربي ما شاء الله، في الدوري المصري عفوا ما شاء الله، يعني فقط نقطتين من جميع المباريات التي اجراها الى حدود الساعه، كذلك بالامس كانت العوده، يعني كان مستوى جد موفق، الانتصار على انبي بهدفين نظيفين، الاستمرار في الصداره على بعد يعني اميال من الفرق المطارده. يعني كخلاصه المباراه ستكون صعبه جدا، لكن الاساسي ان لفريق الوداد كل المقومات لكي يبلغ المباراه النهائيه، اكيد ان هناك بعض المشاكل تظهر بين الفينه والاخرى، نكبات تظهر في اي فريق في العالم، لكن يوم المواعيد الكبرى يكون دائما الوداد الرياضي في المستوى. ان شاء الله نتمنى ان هي تكون مباراه قويه او مباراتين باذن الله يكونوا بشكل قوي، اكيد احنا نتمنى التوفيق للنادي الاهلي والتاهل للمباراه النهائيه باذن الله تعالى. استاذ محمد انا بشكرك شكرا جزيلا، كان معنا عبر سكايب استاذ محمد امين مدبر رئيس تحرير موقع هو سبورت واللي اتكلم